بها 3 على اعتبار 1 من الإكوادور وإيطاليا بهذه النتيجة، نتيجة لا تزال متأهلة. هذا إنذار لبيريز، ولكن هذه محاولة جول فورتزا أزوري لبارتيدا دي بي أسري لفوسترا إلى الأمام يا الأزرق. وهذه مباراة إيطاليا، البديل، الأمل، النجم، الورقة الأخيرة اللي دفع فيها ترابتوني. ديلبييرو على طول ساهم قاتل في الدقيقة 39 من شوط المباراة الثاني، يعيد البسمة للجماهير الإيطالية التي تقول فورتزا أزوري لا